الحرير أغلى أنواع الخيوط الطبيعية بالعالم بسبب صعوبة إنتاجه والطلب الهائل عليه. بيتم تصنيع الحرير بمزارع لتربية يرقات دودة القز اللي اكتشفت لأول مرة بالصين، وتم تعديلها لاحقاً جينياً لتتناسب مع كافة المناخات وتنتشر حول العالم. وهي كمثيلات من أنواع الفراشات بتمر بدورة حياتية كالآتي. أولاً البيوض، بتضع الإناث ما بين 600 إلى 900 بيضية صغيرة الحجم، وبتخرج منها اليرقات بعد 10 أيام اللي بتبلش فور خروجها بالتهام ورق التوت، لأنه مثل ما منعرف هو الغذاء الرئيسي والمفضل لألا، بالإضافة لأوراق شجرة البرتقال. وبعدها بتمر بخمس انسلاخات جلدية لتنتهي بجلد مجدود لونه مايل للأصفر. الشرنقة، بتنسج اليرقة حول نفسها شرنقة مكونة من خيط حريري منتج من الغدد الموجودة باليرقة، وبيتكون هذا الخيط من ألياف طويلة على شكل خيوط متواصلة مع بعضها البعض بواسطة صمغ السيراسين، وبيستغرق بناءها 3 أيام. وهلأ الفراشة، بعد مرور 3 أسابيع على تشكل الشرنقة بتطلع الفراشة للحياة لمدة لا تتجاوز 5 أيام، بتضع فيها البيوض وبعدها بتموت. بتعتمد صناعة الحرير على مرحلة الشرنقة بحيث ما بتسمح لدودة القز بأنها تكمل دورتها الحياتية لحتى تصير فراشة، وبهالمرحلة بالذات بيوصل طول الخيط الحريري اللي بتنزجه اليرقة حوالين نفسها ل900 متر، وهون بينحطوا الشرنقات بمي سخنة أو بيتعرضوا لبخار الماء لحتى يتم قتل اليرقات بداخلها كرمال ما تتلف الخيوط. بعد هالمرحلة بتدخل خيوط الحرير الخام مرحلة العزل، وبتتم إزالة صمغ السيرسين بالمي والصابون لحتى يبقى الخيط الحريري أملس وناعم وعم يلمع لمع بدون أي شوائب. لنخبركن أكثر عن صناعة الحرير، فهي بتعود لعام 3500 قبل الميلاد، مثل ما نوجد بالأدلة الأثرية من بقايا شظايا النسيج الحريري. وبتقول الأسطورة الصينية إنه زوجة الإمبراطور هوانغ دي هي اللي علمت الصينيين فن نسج الحرير، بعد ما اكتشفت إنه الخيوط اللي بتشكل شرنقة دودة القز يمكن غزلها وصنع نسيج منها. وبسبب إبقاء سر فنها الصناعة حكر لألا، لعبت الصين دور كتير كبير بالتجارة الدولية لفترة طويلة. وبالقرن الثالث الميلادي عروس ملك واحد خوتان طالعت الدودة ونبتة التوت بشكل سري لموطن جديد، وهالشي أدى لانتشار الصناعة حول العالم. بيبلغ الإنتاج العالمي للحرير الخام 168,300 طن سنوياً، بتتصدر دولة الهند ب 126,000 طن، مع العلم أنه إنتاج كيلو جرام واحد من الحرير الخام بيتطلب من 3000 دودة قز أنها تاكل 104 كيلوغرامات من ورق التوت. وعلى سبيل المثال، صناعة كيمون واحد من الحرير الخالص بيحتاج 5000 دودة، وعليكم الحساب. لسه في كتير معلومات أكتر وأكتر عن الحرير، بس بتحتاج لفيديوهات كتيرة. شو رأيكم تخففوا شوي عن هالدودة المسكينة وتبطلوا تلبسوا الحرير؟